السلام عليكم متتبعين موتور باي مع فواحد اللايف جديد. معكم حسام الهاشمي من موتور باي مع اليوم جينا عند اوتوكاز. البارح درنا لايف اوتوكاز، للاسف شديد الكونيكسيون ثقيله، ولكن اليوم كنظن الكونيكسيون غتكون مزيانه. المهم بدنا مزيان تستريها مزيان، نتمنى تكونوا في خير. حنا اليوم كما قلت كاينين في خريبكه اوتوكاز، حلات المقر ديالها الثاني في خريبكه دابايا. طبعا الاول كاين في كازا اللي كلشي عارفو، دزنا تحام اللايف فيه. كاين في الياقوت بالنسبه لنا الجداد اللي ما عرفوش اللايف، ما عرفناش ان اوتوكاز كاينه. اوتوكاز هي شركه تابعه لاوتوهول، حنا دابا كاينين في اوتوهول ديال خريبكه. هي شركه متخصصه في الشراء وبيع الاوكازيون، يعني كتشري وكتبيع لوكازيون، كتبيع لوكازيون غارونتي مسيرتيفي، يعني مقلب مزيان ما في لا خواط لا ترافيك لا حتى شي حاجه. وكتشري كذلك لي فوطير اوكازيون، كدير التبادل حتى هو كذلك. يعني ممكن تجيب طوموبيلك كامله القديمه، طبعا تكون نقيه، تجيب طوموبيلك القديمه وتبدلها بوحده اخرى اللي بغيتي انت. كمثال عندك شي 301 وبغيتي تبدلها بشي ميكرا، ولا تبدلها بشي كروسلاند ولا اكستريل، ولا تبدلها باش ما بغيتي ممكن لك. بغيتي غير تبيع طوموبيلك حتى هي كذلك ممكن انك تبيع غير طوموبيلك فقط وعندك فلوس ديك في البلاصه. طبعا التبادل يقدر تبادل ومن بعد ممكن طرق الدفع كما قلت مختلفه متنوعه، منهم انك تدي طوموبيلك، منهم انك كريدي، ومن اون جينيرال جميع انواع الطرق. بتخلص كاش حتى هو كذلك، علاش لا؟ باغي غير تبيع طوموبيلك. طبعا كنقول الناس ديال خريبكه اللي كيف خريبكه ولا النواحي ديالها ولا اللي قريبه ليهم خريبكه، يمكن لك هنا باغي تبيع طوموبيلك، كنظن اول حاجه ولا خاصك اول حاجه تجي ليها وتجي عند اوتوكاز هنا، قلبوا لك الطوموبيل ديالك، عطاوك الثمن، راه كيعطيو ثمن زوين، ثمن ديال المارشي، ما غاديش ينقصوا لك بزاف ولا شي حاجه. لا ديك الفكره ديال غينقصوا بزاف، عطاوك ثمن زوين، شوف هما الاولين عجبك الثمن توكل على الله معاهم. بغيتي غير تبيع ليهم راه يمكن لك، باغي تبدل يمكن لك. ثاني جيتي عندهم باش تبيع ليهم الطوموبيل ديالك راه فابور، راه ما غادي تخلص تريا. في حاله رفضتي وما بغيتيش تبيع ولا شي حاجه راه فابور، ما غايقول لك لا لا راه صافي جيتي قلبتي عندنا صافي خصك تبيع لينا بزز ولا شي حاجه، ما كاينش حتى شي حاجه. كلشي وكيسما كياخذ وقت كبير. كنعاود نكرر اننا حنا كاينين دابا في خريبكه فوطو هول، اللي كاين في خريبكه بعيد على خريبكه، خريبكه كاين على هذا الاتجاه هذا 6 كيلومتر باش بعيد، في الطريق ديال فقيه قصب التادله، الطريق ديال واد زم قصب التادله بلي ملال. تما فاش كاين هاد اوتو هول هذا راه جديد، راه تلقاو الرايات برا ديال اوتو هول، كلشي غادي تلقاهم تمايا. يعني مبنى واضح كبير ابيض فيه اللوغو ديال اوتو هول كبير، راه كيبان شي شويه من الفوق ديالو. هنا كاين الرايات ديال دي اف اس كا، اوبيل، نيسان، كاع لي مارك ديال اوتو هول، وراه كاين حتى الرايه ديال اوتوكاز، هاي كتبان واحد شويه خضراء، غادي نشوف نزومي عليها. ها هي كتبان خضراء تما حتى هي ديال اوتوكاز، فما شفتو ديك الرايه عرفوا بانه راه اوتوكاز. هادشي اللي غنقول كما قلت كاين في بعد 6 كيلومتر على السونتر فيل ديال خريبكه، في الطريق ما بين خريبكه ووادزم، اولا خريبكه وبوجنيبه على حسب الباص اللي عارف. يعني غادي بوجنيبه من طريق كازا، اولا نقولوا كامثال كازا وادزم، الا بغيتي تمشي كازا وادزم بالوطنيه ماشي لوطوروت، بالوطنيه الا كنتي في لوطوروت غتدخل لخريبكه ومن بعد غتمشي بحال غادي لوادزم اولا غادي لبوجنيبه. سول اي واحد اللي ما كنتيش عارف، كنتي عارف كاين الطاكسيات كلشي موجود، بلوس هما كيركبوا الكليان ديالهم كيوصلوهم يعني للمدينه، ما عندهمش مشكل ديال هذا الاوفر هذا. يعني شوف جميع الحلول باش تاخذ الطوموبيل ديالك مزيان. طبعا كما قلت الطوموبيلات هنا كلهم نقيين، كلهم سيرتيفي، كلهم في انواع ديال الطرق ديال الدفع، باغي تبدل، باغي تبيع، باغي دير كلشي. هذيك الطوموبيل شناها البارح في اللايف تباعت مشات بوجو 3800، صراحه بوجو 3800 الطوموبيل اللي مطلوبه بزاف. كذلك واحد الطوموبيل اخرى هي تباعت هنا، قالوا عليا ما لقيتها الديفو ديالي، طريق ضرب الطريق. المهم هذيك بوجو تبعت غادي يجي مولاها يديها. كاين عندنا جيب شيروكي كما قلت 4x4 فري، اللي بغا شي 4x4 فري ديال بصح 1500 درهم في الضريبة. الكونسوماسيون شحال واحد يقول لك تقول الكونسوماسيون، الكونسوماسيون ما بين 8 7.5 ميكست. طبعا طوموبيل ثقيلة فخمة صراحة، كونفور وفي نفس الوقت كابابل تدخل معاك فيما بغيتي. كاين عندها الداسيا دوكر، هادي الثمن ديالها 21 مليون، هاديك تبعت بشي 26، الثمن ديالها 21.5، 2016 ضربة 92 ألف كيلومتر،
هادو طبعا ممكن يترجع لهم في اللايف الفايت، واخا كانت فيه الصوره شويه ناقصه ولكن كاين اللايف الفايت ممكن تشوف طوبات كاملين. كاينه 10 سعود 10 سعود سعود، هذيك فيها بروموسيون، هذيك الدي اف اس كباقة جديده فيها فقط ضربه شي 1800 كيلومتر، باقا نشوف باقا جديده، باقا ما فيها حتى شي حاجه، حتى شي ديفو، باقا بالغارونتي ديالها ديال الشركه ديال الدي اف اس كاب باقي فيها. هذيك الدوستر واخا خاويه فيها الدفع الرباعي، كاين عندك طبعا نيسان اكستريل السيارات المفضله عندي، شحال من واحد كيهضر معايا كيقول لي حسام كتقول مفضله عندي، فري السياره المفضله عندي، علاش؟ الوراق 700 درهم، موتور والبياس ديال نيسان ورونو رخيص يعني، وسبعات البلايص، وفيها فيرسيون 4 4 بحال هذيك كتبع بربعه الروايد، فيها اوتوماتيك، فيها كوير، فيها لي زوبسيون بلان، فيها طوا بانوراميك، فيها الرادار القدام واللور، فيها كاميرا 360 على حسب الفيرسيون، بحال هادي ما فيهمش كاميرا 360 ولكن كاينين عند نيسو عند اوتوكاز الا بغيتيهم، لكن تقريبا شي جوج ولا شي حاجه فيها كاميرا 360 فيها كلشي، هادي فيها جوان 18 كاين اللي فيها جوان 19 صراحه رائعين. وكما قلت هادو راه كان تقريبا كيبداو شي 34 مليون في جديد، كانوا في جديد فاش كانوا جداد 34 مليون حتى شي 42 او لا 45 مليون، اما دابايا هادي هادي 24 مليون و 2019 شهر 1 شهر 1 ضربه 51 الف كيلومتر. هادو بثلاثه مانيوال، ثلاثه بهم مانيوال، كلهم ما ضاربينش الكيلومتراج، كلهم بين 50 الف 60 الف، ما كاينش فرق كبير. هنا عندنا كروسلاند، هادي فول اوبشن فيها جوج الوان هنا، باش كتعرفوا فول اوبشن عاوتاني بهذا البوله دايره بحال هكا فيها التقسيمات وليجوند، هادو معلومات ديال من عندي ليجوند، البوله دايره بحال هكا يعني خصها كلهم يكونوا ثلاثه البوله وهادي والسقف يكون فيه جوج الوان، حيت كاين جوج الوان وما عامراش بزاف، كاين فيها جوند كبار ما كنظنش هادو، ولكن يقدر شي واحد يركبهم، ولكن البوله يعني باش جات بثلاثه بهم بحال هكا من برا عارف بان راه عامره، يعني فول اوبشن. وصراحه الفول اوبشن ديال كروسلاند راه تبارك الله راه عندهم ما يقول، في لي زوبسيون بزاف بالنسبه للثمن ديالها. هذه خاص مانيوال، فيها اليو اس بي، فيها اللي كيردك في الطريق الا خرجتي على الطريق كيقول لك خرجتي عليها، فيها هي الواي فاي كتطلق، هي الواي فاي اللي سميتها يعني بحال كنتي كتاخذ الكونيكسيون وكتطلق الواي فاي في لا كابين بواحد الطريقه مجهده، يعني كتعاود تجهدو بزاف اكثر صراحه. طوموبيل ناضيه، حتى البلوط ديال اللور حتى هما راه ديال العامره، حتى هما دايرين بحال هكا فيهم الكروم الداخل، وسبيسيال دابا راه شاعلين هما الليد، الليد بس زوين كيبان شاعل في الليل وفي النهار كيبان واضح، خصوصا في النهار حيت كاين شي طوموبيلات في النهار كيبانش فيهم كفخ، ما كبيرش بزاف هكا ولكن غارق. المهم اون جينيرال ما بيهش بالنسبه للسياره ديال المدينه، دير الطريق طويله هي كذلك، ولكن اغلبيه الناس اللي كيشريو هادي كيكونوا تقريبا 95% كيدورو غير في لافيل. نيسان اكستريل ها هي على الزوينه حيت فيها سات بلاص كما قلت، هو كوفر ديجا كبير وديجا سات بلاص، وهذاك السياج هذاك القدامي راه كيتدفع يعني بلا ما يهبط يطيح، يعني بلا ما تنعسو يمكن يزيد بحال قلت لي سباس ديالو بحال دابا كمثال ماهاش الناس بزاف طوال اللور، يمكن لك تزيدهم ديرهم للقدام ما عندكش مشكل. شنو الطوموبيلات اللي عندنا اخرى؟ نعاود نذكركم عاوتاني انه حنا كاينين في خريبكا في المقر الثاني ديال اوتوكاز، جينا حنا شركة موتور بايما من كازا على قبل باش نصورو لكم هاد يعني الافتتاح ديال اوتوكاز، واخا ماشي اليوم بالضبط فتحوه، فتحوه هادي سيمانة قبل ولا وديجا بدا تيبيعو بدا كلشي، هادشي كيف بالشر بالخير. انه عندهم المقر ديالهم الثاني كاين في خريبكا، المدينة اللي معروفة بلوكازيون، مدينة اللي معروفة بالناس ديال الخارج، الناس اللي معروفة بالناس عندهم فلوس معروفة بالفوسفات إلى آخره، يعني بروج ديال لوكازيون ماشي هنا كذلك، كاين في خريبكا كاين السوق ديال لوكازيون وبليس السوق ديال البروج تا هو اللي قريب لخريبكا بزاف، لخريبكا بروج باقي لها شي 25 كيلومتر على ما أعتقد. المهم أون جينيرال ها هما لي فواتور، هادشي اللي كاين، ولكن باقي بزاف ديال الطوموبيلات ديما الجديد، ديما اي لحظه تقدر تبدل شي طوموبيل تباع بحال كيما هذيك البارح كانت، هي تباعت اليوم، تباعت البارح يعني ما بقاتش اليوم. هنا معنا ميكرا خويا، حنا ما عرفناش الثمن، عندنا اوبر كورسا، هادي كليو، كليو كارت شحال واحد كيسولني على كليو كارت، ها هي كليو كارت، هادي 12 و160
2018 3 شحال ضربه؟ ضربه 122 الف كيلومتر، قنقيه فاتحه حتى لا والو، ولكن ما فيهاش جوانت الومنيوم. هذه بوجو 508 حتى هي من الطوموبيلات المفضله عندي انا. كاع اي حاجه، شوف اي حاجه بيرلين او لا سيدان كيحمقني انا، السيدان كيحمقني على الكات كات، كيحمقني على كلشي. كاس كيعجبني الكوب اكثر حاجه، راهي طوموبيل كوبي زائد انها بي ام دبليو، ولكن كيعجبوني السيدان بزاف مقارنه. كاين بزاف الناس كيعجبهم الهاتشباك وداكشي، انا ما كيعجبنيش الهاتشباك بزاف، كيعجبني السيدان، كيعبر على الفخامه وكلشي. عندك هنا الميغان، حتى هي ميغان كات باقا نقيه في اللون الكحل. هذه اكسبلور على ما اعتقد 2018 6 ضربة 82 الف كيلومتر ب 17 مليون. نعاود نذكركم عاوتاني بانه راه ممكن تجيب طوموبيل قديمه تدفعها وتاخذ بحال وحده من هادو ولا اللي بغيتي هنايا في الطوموبيلات هادو كاملين، يمكن لك تاخذها ولا تشري كاش او لا دير كريدي او لا دير اللي بغيتي. اوتوكاز عندها بزاف ديال الحلول. راه نشوف واحد سميت عارفه عجباني، تعال نشوفها. كانت وحده بحالها عندهم في كازا في الياقوت. هذه اوتوماتيك خلاص، عندك الفيتاس هنايا، خاص هنا دبيتو كنور يعني بغيتي ما تدوز الفيتاس لا والو. الا قررت انك تدوز الفيتاس بحال كنتي في شي طريق فيها الفيراجات وغادي تتمتع بالقياده، ها الفيتاس ها هو هنا الديماري. عندي ماري سكتو الراديو كيما تشوفوا ضربه 52 الف كيلومتر فقط. كليما بيزون لباس زوين حتى هاد لهنا كتحكم كل واحد كيبغى يعني بحال قلتي بغا غير الريح. هاد الجهة الشيفور بغا غير الريح يجي غير في الوجه كمثال أولا في الرجل، ولكن هذا بغا يجي في الوجه والآخر بغا في الرجل. المهم عندك حرية كاملة فسميتو. حاجة وحدة اللي عندكم مشتركة هو السرعة ديال الكليما. عندك هنا مود سنو كتبرك هنا كيطلع لك واحد اللوغو هو صغير كيطلع هنا ها هو غنحيدو. هذا شي مود سبور كيطلع بلاصتو اس، هذا هو مود سبور. هاد الطونوبيل الصوت ديالها تبدل اللي درنا مود سبور. اون جينيرال مزيانة شحال الثمن؟ هاتي 2016 12 يعني نقول 2017 نورمال، حيت 31 12 2016 اصبروا نهار واحد غيقيدوها في 2017. دايره 19 و200 صح. طوموبيل جميله بلان دوبسيون، هادي راه العامره عامره ديال بصح، حيت كاين بحال هادو بزاف في المارشي ولكن ما عامرينش هاد العموريه. هادي الصالون كوير بلوس الكوفر كبير بزاف. عندك عاوتاني شنو طوموبيلات اخرين؟ عندك فورد فوكس طبعا محبوبات الجماهير، حتى هي طوموبيلات اكثر مبيعا في المغرب. فورد فوكس حتى هي جميله. هذه الفيس ليفت يعني فاز 2، هذه فوندي تاع تبعت مشات، يا هذه اللي لا قيل اللي المهم هذه تبعت وصافي هي فوندي هذه مشات، ولكن المهم مشات ب 15 و160 الف في الريال. وعندنا هنا فورد فيوجن تاع هي الطوموبيلات المفضله عندي. علاش؟ حتى هذه صراحه سبور بحال دابا، هذه شاده على هذيك في الارض اكثر، هذه في الفيراجات عطاني اكثر متعه خصوصا في الفيراجات في الطريق طواله بحال بحال طوال بحال بحال. وهذه بلوس فيها الكوفر كبير هذا مسورته بحال هانيت مسورتين راه نحلو. انت نعم اسيدي، هذا كيتسمى الهاتشباك تاع هادي كتسمى بيرلين هاتشباك، حيت كاين الهاتشباك راه هي هذيك ميغان، ولكن حتى هذيك كيطلع لها تاهو الهاتش ديالها معاها، حيت هذيك كتسمى الهاتش، البوابة ديالها ديال الكوفر. المهم الكوفر كبير، تقدر تحط أي حاجة كبيرة تقدر تجي تحطها هكا مباشرة، عكس كمثال الآخرين. دايرة كما قلت حنا كاينين في أوطول هنايا في ديال خريبكة،
تقريبا بعيد ب 6 كيلومتر على خريبكا باش بعيد. هو المقر الثاني ديال اوتوكاز وباقي ديال المقر الثالث على ما اعتقد في الرباط. المهم ما تجيش على كلامي بالضبط، الا كان في الرباط راه 100% غنمشي تما باش نوري لكم. هذا اوتوكاز هذا اوتو هولاد راه كبير هنا تقريبا، واحد السباس اللي خداو جديد يلا في شهر 6 7 فاش داير تقريبا شي 3 هكتار تقريبا اللي خداو، ولكن هنا طبعا النفته ولا بغيتي هو النساء ديفيس كاع لي مارك ديال اوتو هول حتى هو كاين سيرفيس ابري فون حتى هو هنا كاين. وعلى ذكر سيرفيس ابري فون هادو راه فيهم طوموبيلات فيهم الكارونتي كلهم، الا كان باقي فيها الكارونتي ديال الشركه راه فيها الكارونتي ديال الشركه، يعني بحال كمثال ديال اوبل الا باقي فيها الكارونتي ديال اوبل راه مارك مع اوبل، كان ما كانش كتعطيك اوتوكاز الكارونتي ديالها هي، زائد انها اصلا ضامنه لك انك تشري طوموبيل اللي نقيه و ما فيها حتى شي مشاكل. هذه ضربه 93000 كيلومتر 2018 شهر 1 22 مليون. هذه اوبل انسينيا طوموبيل المهم ديزاين ديالها زوين كاع الطوموبيلات كيعجبوني، دابا انا حتى يعجبوني الطوموبيلات فهمتي، انا يعني باسيوني اوتوموبيل اللي كاش كاع الطوموبيلات كلهم كيجيو زوين، ماشي زعما كنتخير ولا شي حاجه، الطوموبيلات كامل كيجيو زوينين. كاين شي وحدين اللي فيهم المشاكل راه غادي نذكرهم طبعا، الا كان شي مشكل ولا شي حاجه ولا فيها الخسران راه ما يمكنش نقول لكم تاخذوا طوموبيل ولا ننصحكم بشي طوموبيل عامر خسران، ولكن راه اغلبيه الطوموبيلات هنايا اولا اللي كنوري انا بالضبط هنا راه دايرين كنتفادى كاع دوك اللي فيهم المشاكل داكشي كنتفادى، ما تندويش على اوتوكاز كنتفاداهم زعما حطها اوتوكاز لا اونجي طوموبيل يعني ماشي فيابل، يعني طوموبيل غتشريها سوا دوبل فيك سوا كازيو غتلقاها عامر المشاكل راه ما غاش ننصح عليك. واكبر دليل هو دخل الفوروم ديال موتور بايما راه مشهوره كنجاوب الناس تما، راه شحال من واحد كنقول له ما شريتش الطوموبيل ولا شريت الطوموبيل، زائد الاكسبيرت هما اللي كاينين تما فاسميتو، زائد تفرج في اللايفات القدام ديالي راه كاين بزاف ديال اللايفات خصنا ندوزها في 2020 كنديروا نصائح بزاف ديال الناس كيسولوا الاسئله ديالهم، كان لايفات ناجحين وزوينين يمكن لك ترجعوا ليهم وتستافدوا منهم وقدروا رجعوا ليهم هذاك النوع من اللايفات. شوف الانسينيا هذا هو الكلي ديالها شتي، ها هو الشارو ديالها تادي فيها كليما بيزون بوط اوتوماتيك فرانا مان الكتريك هذا اللي كيخليك تخرج على الطريق، كيخليك تخرج على الطريق هو الا كانوا واضحين دوك الخطوط ديال ديال الخط متصل وخط متقطع الا كانوا واضحين من الجهات بجوج راه كتقراهم هاد الكاميرا هادي اللي كاينه هنايا كاين واحد الكاميرا هنا وهي ما كتخليكش تخرج بلوس كتقرا الكاميرا كتقرا حتى البلايك راه غتقرا حتى البلايك كتقرا البلايك طبعا البلايك ما يكونش مخدشين وداكشي. اونجي انا شفت الطوموبيل شويه لوكس بالنسبه للناس اللي عندهم فلوس شويه زايدين، اوتو هول كدير جميع انواع الطوموبيلات اللي تبيع شي طوموبيلتك واخا تكون دايره 200 مليون جيبها الاوتو هول غير جيبها لهم، راه اي طوموبيل كيشريوها كما كانت كيشريوها. شو دابا عندك اودي بي ام اودي هادي اودي الجينيراسيون ا 5 هادي اودي ا 5 الجينيراسيون الاولى الفاز 2 الاولى الفيس ليفت، هادي الجينيراسيون الثانيه الفاز 1 حيت خرجت دابا الفاز 2 ديال هادي يعني الفيس ليفت هادي خرجت، ولكن هادي الجينيراسيون الثانيه الفاز 1 الجينيراسيون الاولى الفاز 2 هي هادي. هادي جا كنت صورت عليها واحد اللايف في كازا كانت الطوموبيل في كازا هادي 2016 دايره 34 مليون 96000 كيلومتر طبعا حتى هي فيها الكارونتي فيها كلشي، هادي عامره شويه بالاوبسيون ما خاوياش حتى هي ما خاوياش فيها لي زوبسيون. كنتمنى ان الريح ما يكونش خسر عليكم الصوره. فيها سياج مانيول سياج اوتوماتيك كما قلت لكم ضربه 96000 كيلومتر، فيها هنا الام اي كتحكم فيه هذا هذا ماشي تاكتيل كتحكم كلشي بهنا وفي كاع لوبسيون ديال الام اي يعني كله فيه تنظن فيه حتى الديسك ديال تقدر تحط فيه بحال اللي قلتي واقيلا فيه شي 20 جيجا ولا شي حاجه بحال هكا تقدر تحط فيه اللي بغيتي. ما راه نديماريوها كديمار تاع البوطون هنا ولا تقدر دير الساروت هنا شوف كاين الساروت بلا هنايا لا الساروت ما كايناش قلاش ازاز شي واحد ولا شي حاجه حنا ما كانت الساروت قويه ايوا صالون كوير كلشي
نفس الطوموبيل، ما كاينش فرق. فرق في ديك 5 او فواحد الحاجه اخرى شويه، وانا ا 5 واحد النقشه حادره شويه للارض، ياك واحد النقشه صبور، واحد النقشه شاده في الارض. يعني بحال قلتي داك الفرق اللي تحس به الا في شي فيراج شي سيتوياسيون اللي تحس بان هذه سبور شويه على الاخرى، من غير الجلسه. الجلسه صراحه الا جلست في هذا الكرسي كتحس شويه سبور على اكات، يعني بحال قلتي لك شي بالاحاسيس. وهذا الفرق بين اكات هو ان هذه كتحلها الكفر بحال هكا، المهم كوبي سيدان، واكات بسيدان نورمال. ودابا معنا بي ام هنايا، هادي السيري دو كوبي تاع هي، هادي كنظن باك ام. لا نشوف واش باك ام ولا ماشي باك ام. ها وي باك ام، غير الباشوكات تعرفهم. خلاص الفولون وحتى هادو ها هما لي جونت، هادي جونت ام تا هما. خاص كاينه ام هنايا، ولكن شحال واحد كيشري هادي كيبقى لصقه، واخا ماشي باك ام. هادي فيها الساروت، كاين السياج تا هما يا، هادي فيها السياج تا هما سبور ديال باك ام. عندك هنا هاد الزرق هذا هو هنا غادي، المهم الناس المتبعين ديال القناه يعرفوا بانني من لي فان ديال بي ام دبليو. والطوموبيل اللي كنقلب عليه حاليا راه بي ام دبليو نيت، كنقلب على واحد بي ام دبليو في سيري شويه ليميتي ما لقيتهاش. عندك غير الجلسه فقط، البي ام دبليو كتعجبني غير الجلسه بوحدها دايره. عندك هنا خاص الاي درايف كتحكم به هنا، حتى هو باقي ماشي طاكتيل هذا، حيت الاي درايف الجديد الاخراني كاع هو اللي ولا طاكتيل. اما هذا ماشي داير. عندك كليمه هنا بيزون، عندك هنا باريتو فولون، عندك الفولون ديال بي ام دبليو غليظ، تلقى غليظ واحد شويه في الشده ديالو، كيعطيك واحد الشعور في لي فيراج وداك الشيء رائع جدا. وعندك هنا ديال لي مود ديال السوكان هما هادو، ها هي الكلي زدنا شكرا. ها هو الكلي هاد اللون اللي كاين في الكلي هنا هو اللي كاين في هنا، نفس هاد الديطاي بحال دابا هذا هو اللي كتعرف الفرق ما بينهم، زائد الكاريت. البي ام باش غالبهم كاملين الكاليتي، اي حاجه اي حاجه قصتيهاش، اي حاجه قصتيها كاليتي هاربه بزاف ديال بصح. حتى على لي فواتور لوكس الاخرين غتلقى كاليتي زايده بزاف. اخا ديماريو، انا ديمارج هنا ستاران ستوب هو حداك هنا باش دغيا طق ديمار طفيه، بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش حاليا انا ما كنبغيش. هذه خاص 220 دي، يعني فيها موتور 2 لتر مازوت 184 شوفو. هما لي مود هنايا، هما كيطلعوا لكم تما مود سبور، وكيطلعوا حتى هنايا هما كيشرح لك شنو هو كاين. سبور كونفور، وهذا ديال الكونسوماسيون ديال بصح، يعني البوطه فيتاس غتولي ثقيله، كتطلع لي رابور بالزربه بحال كامل غادي تسوق غير في 60 غتلقاها دايره 5 ولا 6 غير في 60 باش الكونسوماسيون تنقص. وهذا طبعا هو تراكشن كونترول او الطفاي ولا شي حاجه هنا باش تهضر مع الطوموبيل. كوموند فوكال هنا، لي ميتور دو فيتاس طبعا فيها بلوتوث، هنا فيها لي مود هنا باش تقدر دير هاد الطابلو هذا اون جينيرال. طبعا فيها بلايص اللور ولكن صغار بزاف، بحال دابا انايا ما نقدرش نجي في هاد اللور ديال الطوموبيل هادي. ولا نقدر نركب ولكن ما نضربش مسافة طويلة، بحال شي دورة في المدينة ولا شي حاجة بحال هكا فقط، أما باش نضرب مسافة طويلة ولا شي حاجة لا. الديزاين هنا هكا مكتوب، هذا ماشي جلد، كيما تبقى هنا جلد كيما قلت لك على تي ياكل ك لي تي والكوخ حتى هو راه مبيهاش. صراحة كبير شي شوية مقارنة بالحجم ديالها، طبعا هي مفيهاش رودة ديال السكور، فيها باتري لور. هاد الباتري مديرش لور يركك، دير حتى على حساب التوازن، حيت بي ام دبليو باش معروفين علاش هما جميلين في القيادة ديالتهم، كت فيها 50% 50%. بحال دابا كيما هاد الاودي هادي عندها القدام شوية ثقيلة على اللور، تقريبا فيها وقيلا شي 55 58%، وهنا اللور خفيف. بي ام لا دائما كدير 50% 50%، زائد هادي كتفع بالروايض اللورانيين اللي كانت ممتعة أكثر، وهادي كتفع بالروايض القدامي حتى هادي ممتعة، حيت هادي السسبونسيون ديالها فاش كاين اللعبة، هادي سسبونسيون زائد كتفع باللور كتزيد عندك افونتاج أكثر. وكل شركة عندها الفلسفة ديالها، شنو هو الجمهور اللي كتبع. بحال الاودي بغات تشد بيناتهم ما بين بي ام وبين المرسيدس، المرسيدس دار فخامة تماما،
دائما شاد السبور تماما. وهذه عندنا هاد اسانك هادي حتى هي غادي تشوف الفرق بين الداخل ديال الاخر والداخل ديال هادي. هادو فيها قصان كوير بان باش كيعجبوني كلهم كوير، ما كاينش وانا من الناس اللي كيعجبهم الكوير كلهم كوير. انا الداخل تبدل شي بوطا فيتاس كيولات انا ولات يعني انيقه، ما بقاش هذيك طوايه خارجه هكا، هذاك الايدراف ما بقاش هنايا ولا شوكي ديال بحال هكا الديكور ديالو حتى هو انيق. هذوك ديال الراديو كلشي التعليمات كلشي هنا زوين، الايكرون حتى هي مزيانه صراحه داير حاجه طابريت ولكن اون جينيرال مزيان. كاين اللي كيعجبها كاين اللي ما كيعجبوش، انا ما عنديش مشكل، انا عندي مشكل هي اللي كانت صغيره عليك ما داير بحال الطابلوت لا ما دايرش بحال الطابلوت ما تيهمش. حتى هي ندي ماري عليك لي ديالها حتى هي هذه ضربه 136000 كيلومتر حتى هي فيها لي مود بحال دابا كاينه في افيشنسي. ها هما لي مود هنا كتبدلهم بهذا الدرايف سيليكت، ها هو كيعطيك حتى هو هنايا كونفور افيشنسي بحال قلتي مود ايكو اللي كاين في بي ام كونفور ومود كونفور كيولي سيبونسيو خفاف يعني واخا دوز الحفاره وداك الدودانات وداك الشيء كتحس براسك كونفور. اوتو اوتو هي اللي كتختار ديك الساعه هي كتعرف اش كدير على حسب السرعه ديالك. بعدا بقى عرفت عليك سير بالزربه كترمي هي الديناميك كنتي كدوز بحال كنتي تكسري بشي شويه كترمي هي ديك الكونفور ولا افيشنسي كدوز فيتاس. وديناميك طبعا هو مود سبور اون جينيرال وانديفيديوال انت اللي كتختار بالضبط اشنو دير. ماشي طاكسي لا دير واخا برك ماشي طاكسي انديفيديوال هي اللي كتختار انت كتختار بحال كما كدير سيسبونسيون سبور ولكن الفولون خفيف على حسب المدينه والموتور حتى هو يكون دير ولا دير الموتور يستاج بالزربه يعني بحال زيتوطا يكون قافز ولكن سيسبونسيون رطبين حيت عارف انت بغيتي تكون قافز ولكن الطريق محرشه بزاف. هادشي باش زوين في مود انديفيديوال. المهم هادوك راه بجوجهم دو ليتر غير هادوك هاديك هادي كنظن 177 شوفو ما عنديش فكره بالضبط صراحه ما عنديش فيه الشكل مكتوب بالضبط اش نشوفو فيها ولكن ساهل تعرف خصوصا بالنيميرو ديال الكارت ديال ساهل اسهل ما يمكن. هادي فيها 150 شوف وطبعا باش كيعجبوك فريم ليس دور المهم نعاود نذكركم عاوتاني مره اخرى هو ديروا لايك بارطاجيو هذا اللايف هذا يوصل ماكسيموم بوسيبل ديال الناس. تابعونا على باج ديال موتور بايما تابعوا ودخلوا للسيت ديال موتور بايما باش تشوفوا الاثمنه ديال الطوموبيلات لوكازيون اولا جداد حتى هما كذلك. تابعونا في لاباج باش تشوفوا اخر جديد ديال اللايفات ولا فيديوهات ولا اي حاجه. احنا كموتور بايما عندها علاقه بعالم السيارات في المغرب وخارج المغرب حتى هو كذلك. ودخلوا راه غتلقاو عندنا حتى هما كذلك الطوموبيل ديال اوتوكاز حتى هما راه كاينين. وبالنسبه للناس اللي قريبين لخريبكا ولا في خريبكا مرحبا بكم في اوتوكاز اللي كاينه هنايا في اوتو هول ديال خريبكا. كما قلت بعيده ب 6 كيلومتر على المدينه ولكن راه المركوب موجود في الطريق ديال واتزم الطريق الوطنيه ديال واتزم اولا ديال بوجنيبه. المهم اللي بايع في طريق بوجنيبه جات ما بين بوجنيبه بالضبط وخريبكا في الطريق ديال واتزم بالملال اولا واتزم تادلا. وصافي نخليكم في الكوميرسيال كاين راه هما كاين الكوميرسيال تما كاين كلشي اي حاجه بغيتوها راه كاين الناس هنايا كيمشي بزاف يستقبلوكم. المهم على حسب ما هضرت معاهم راه كاين واحد الاقبال يعني رغم انهم ما داروش اشهارات بزاف ولكن الاقبال ولكن الاشهارات راه جايين في الطريق. العروض حتى هما راه جايين في الطريق لي بروموسيون كيما كاين في الياقوت طبعا تلقاو من ناقصه في 3000 5000 10000 درهم راه كاينه طرق الدفع مختلفه حتى هي كاينه كلشي كاين. وكنشكركم على الحضور ديالكم في هذا اللايف هذا بسيط باقي غنديروا لايفات اخرى ان شاء الله من هذا ديال خريبكا باش نسول نجاوب على الاسئله ديالكم كاملين اللي محتاجين على هذا الشيء واي حاجه سولتوا غادي نحاول نجاوب على الماكسيموم بوسيبل. وحتى شي طوموبيل بغيت تعرفوا عليها شي معلومات راه نجاوب عليها ما كاينش مشكل. يلاه نخليكم هكا ودابا اوتوكاز كما قلت كاينه في جوج بلايص خريبكا وكازا في الياقوت وخريبكا هنا في الطريق ديال بجعد واتزم في الطريق الوطنيه وغادي تفتح واحد الفرع اخر قريبا جدا في الرباط على ما اعتقد وباقي المدن الاخرين. اي شوف اي مدينه كان فيها اوتوكاز راه غنمشيو لان صراحه اوتوكاز شي حاجه زوينه يعني كدير فوتيغ اوكازيون بسيرتيفي مضمونين طرق الدفع كما قلت مختلفه يعني شي حاجه اللي كتحل واحد المشكل كبير بالنسبه للناس اللي ما قادرينش يشريو الجديد اولا ما لقاوش داكشي اللي بغاو في الجديد. يعني دائما كاين الحل حيت احسن حاجه هو يكون مشكل وتلقى الحل ديالو.
يلا نخليكم في لايف اخر ان شاء الله.